الحياة في العائلة، التطرق إلى نمط العيش العائلي وأبرز المسائل اللي تهم العائلة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، شكرا لكم على اختياركم إذاعة الحياة فام إذاعة القيروان للصحة. هذا موعد جديد من برنامج الحياة في العائلة، معكم سهام حمدي في الميكرو، نوفل الشرطاني في الإخراج التقني، ضيافة فجرية في الديجيتال. اليوم نحكيه على صعوبات التعلم وتأثيراتها على نفسية الطفل، بالتحديد نحكيه على صعوبات التعلم الأكاديمية. كنا في الحلقة اللي فاتت حكينا على صعوبات التعلم النمائية، هذيك علاش تحضر معنا لأكثر تفاصيل في الاستوديو مدام نجيب الحاجي الاخصائيه النفسانيه التربويه. مدام نجيب اهلا وسهلا، مرحبا بك. اهلا وسهلا ومرحبا بكم الكل، يعيشك. شكرا لك مدام نجيب. كنا حكينا في الحصه اللي فاتت على صعوبات التعلم النمائيه، شنو تاثيراتها، كيفاش نجموا نعالجوها ولا نحدوا منها ولا ندخلوا يعني مجال التدخل بالنسبه للولي والمربي. اليوم نحكيوا على صعوبات التعلم الاكاديميه، يعني في المؤسسات التربويه في علاقه بالتعليم. خلينا في البدايه نبداو بالميكرو تروتوار من اعداد امينه بلال. صعوبات التعلم عند الأطفال ولات حالة منتشرة اليوم، هي اختلاف في أداء المخ يأثر على بعض الوظائف اللي يقوم بها الصغير، كيف تعلم القراءة أو الكتابة أو التركيز وبرشا وظائف أخرى. في أغلب الأحيان تلقى الوالدين أو المعلمين مش فايقين بالمشكل اللي عند الصغير وحاطين المشكلة الكل فيه، وتبدأ المقارنات لين الصغير يحس بنقص واختلاف كبير على غيره من الأطفال. يوصل الأمر أنه الصغير يتعاقب خطر ما ينجمش يقرأ أو يركز في الدرس. عوض أنه ننتبهوا أنه أداء المخ متاعه مختلف، ولو عرفنا كيفاش نتعامل معاه أكيد باش يتحسن ويتعلم. لهنا أكثر حد مطالب أنه يلاحظ أنه الصغير عنده صعوبة تعلم هي الأم قبل حتى المعلمين، وعلى قد ما تتم مراحلة المشكلة بكري على قد ما الصغير يطلع قوي شخصية ويكون فاهم الاختلاف اللي عنده وما يحسش بالنقص. كان هذا ميكرو تريتوار من أعداد بلال إدريدي. مدام نجيبة حاولت تتوسع شوية وتوضح لنا الفرق بين صعوبات التعلم النمائية وبين صعوبات التعلم الأكاديمية، خاطر حتى في النمائية في الحلقة اللي فاتت حكينا زادة على التأثيرات على المستوى الدراسي ودور المربي في أنه هو اللي يكتشف الصعوبات هذه. بليخ نعرجوا بصفة مقتضبة على الأسباب اللي تؤدي لصعوبات التعلم. عنا أسباب وراثية تنجم تكون معناها حالة مشابهة في العائلة، عنا معناها أسباب جينية تسيب الجنين أو أمه في فترة الحمل، عنا زاد يمكن تكون عسر في الولادة، اللي الأكسجين ما وصلش للصغير زاد ينجم يوصل لصعوبات التعلم. الولادة المبكرة زاد صغير يولد قبل ما يكمل 9 شهور غروسيس، فما زاد معناها أسباب بيئية. كيفاش؟ بيئية نكون صغير مثلا هو صغير شم حاجة فيها رصاص، شم حاجة معناها أدت إلى خلل في تأدية الوظائف متاع الجهاز العصبي المركزي. به هذوما اللي نجموا، هذوما أسباب، عادة هذوما هما الأسباب اللي أدوا معناها. أي. معناها نحب نعرف، نحب نوصل للولي راهو الصغير ولا للمعلم الصغير مش عامل بالعين، راهو فما حاجات أدت لصعوبات التعلم اللي هي مش نحكوا عليه اليوم، صعوبات التعلم الأكاديمية اللي هي ما نجموش ننس أسبابها الأساسية هي الصعوبات النمائية. معناها الصعوبات النمائية والصعوبات الأكاديمية مرتبطين ببعضهم، والقصور ولا الصعوبات ولا الاضطرابات النمائية راهي مش تؤدي اوتوماتيكمون للصعوبات الأكاديمية اللي هي ضعف واضطراب في التحصيل المدرسي فيما يخص معناها التعلمات الأكاديمية اللي هي القراءة والحساب والكتابة، اللي هي عسر القراءة للديسلكسي، عسر الكتابة اللي هي الديسورتوغرافي، والصعوبات في الإملاء، صعوبات في الحساب، الديسكالكولي اتسيتيرا. يظل يوني نجمو نحكيو على دور كبير برشا للمربين اللي خاطر هما في القسم الناس اللي عندهم عسر في القراءة، يبدا يجي برشا وما ينجمش يقرا. نجمو نعطو توا بعض المظاهر باش الولي يفهم وحتى المعلم. هو المعلم لا محاله معناها طو فما تطورت، بما انه ليفيكتيف قاعد يطلع الستاتستيك معناتها ولينا نشوفوهم برشا حالات معناتها صعوبات التعلم. تكاثرت هي موجوده، راه هي موجوده من اول ما بدات معناتها مراحل التعليم بصفه عام موجوده، اما طولت بصفه. علاش شنو هو اللي يزيد الكثره نتاعها؟ والله تكاثرت، خاطر هذاك هو معناتها المشاكل كثرت وبرشا صعوبات في التعلم. البروغرام معناتها ولا ياسر كوندونسي،
برشا معناتها يعني كيما ارتفعت عدد في بعض الحالات الاخرى معناها في الاضطرابات النمائيه بصفه عامه التوحد الاعاقات بطء التعلم برشا مظاهر معناتها المظاهر انت قلت باش نحكي مش نحكوا على المظاهر وباش نحكوا هالمظاهر هذيك فاش تؤدي راي عاده كي نشوفوا صعوبات التعلم راهي اوتوماتيكمون الصغير ماهوش متكيف مع البروغرام سكولير مش يؤدي له برشا معناها الاضطرابات السلوكية هذاك علاش ديما التدخل نربطوه ديما بتعديل السلوك باش نمرروا معناتها كيفاش نحسنوا مهاراته الاكاديمي نمشوا شويه مظاهر مش الوقت ضيق الوقت مش خلينا جوست نعطوا كيلكو فلاش مثلا كيما عسر القراءه مش تلقى معظم الصغيرات مثلا كيفاش كي يقرا ما يقراش بالباهي ما يفرقش بالحروف المتشابهه مثلا الحاء الخاء الجاء ما يفرقش يعطيك الصح الحروف المتشابهه زاد الصغير انه مثلا مرات يبدل حرف بحرف مرات الصغير ينقص حرف ولا يزيد حرف مرات الصغير كي يقرا يزيد كلمه ولا ينقص كلمه هوني الاولين اكد لك مدام نجيبه اللي يقول لك اي ولدي مازال صغير توا يعرفهم بعد بالوقت وقتاش نفيقوا يعني قداش تقعد متواصله معاه المشاكل هذه المظاهر هذه باش احنا نعرفوا عنده 6 اشهر ست اشهر في القرايه في اي ملاحظه باش تعطي معناها انت ان دياغنوستيك يلزم اقلش من ملاحظه وفما جري معناها فما شبكه ملاحظات يلزم يتسجل فيها جور اجور وطاش اطاش واكتيفيتي بالاكتيفيتي باش انت بعد 6 اشهر تنجم تصرح تقول هذا عنده 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 باش انت لا تظلم صغير ولا تلصق فيه ايتيكيت خاطر معناتها خايبك الايتيكيت هذيك هذاك علاش الاولياء راهم حتى كي يعرف ما يحبش باش ما يلصقش اكل وسمه في ولده ولكن هذا يضر به معناها في نهايه الامر لازم التدخل المبكر يعني هو التدخل المبكر وديما معناتها يلتجا للمختصين باش يعاونوه هذيك علاش مدام نجيبه انت قلت في السنه الاولى تظهر وفي السنه الثانيه تتاكد معناها تتاكد وتولي سي كونفيرمي وسي لابيل ديرجونس باش تتصل بالمختصين في الكتابه خلينا نشوفوا شويه معناها بعض المؤشرات في الكتابه تلقى الصغير مثلا ما يكتبش على السطر ما يفرقش ما عندوش توجه في المكان ولا في الفضاء الصغير انه كي يكتب حتى كي يطوف الورقه يكمل يكتب على الطاوله الصغير برا يكتب حرف كبير مرة حرف صغير ما يخليش فواصل بين الكلمات في الكتابه يكتبه لك السطر من الاول للاخر ما يفرقش باليمين باليسار نشوفوا شويه في الحساب ما يفرقش بين برشا اعداد يكتبهم مقلوبين مثلا ما يفرقش بين اعداد متشابهه كيف السته وكيف التسعه ينجم زاده في ما احنا عندنا طاش في الحساب انك تكتب بالارقام وتكتب بالحروف ما ينجمش يحول يا من الحرف للكلمه ولا من الكلمات للحروف للرقم للارقام عفوا معناها هذوما مثلا حتى كيف عمليات الجمع ما يفرقش بين الجمع والطرح ما ينجمش يعمل عمليتك فيها الاستحفاظ ما ينجمش مثلا يكتب الاحاد والعشرات مثلا الاحاد تحت الاحاد والعشرات تحت العشرات يكتبهم صحيح اما كي يحسب العكس الاحاد مع العشرات والعشرات مع الاحاد معناتها فما خلل واضح في التحصيل الاكاديمي فيها 3 مواد هذه كي يكتب في الاملاء زاد فما مشكله في الاملاء انه يكتب كما يسمع مثلا جمال يكتب جمال ويكتب اكل التنوين اللي والنا اللي والنا يعطيك الصحه ما يفرقش في الكتابه بين الاء في وسط الكلمه في اخر في اول الكلمه وسط الكلمه اخر الكلمه اما رجاء معناتها اللي لي كونساي بارونتال ولا حتى في المعلمين راهو الصغير عززوا له ثقته في نفسه ابعدوا على الرسائل السلبيه يا انت ما اتيكالي انت كسول انت والمقارنات ما نقارنوش بالمجموعه اللي معاه ما نقارنوه بحتى حد نعززوا له الثقه في نفسه ناخذوه بيديه ونلتجئوا لشكون يعاوننا نتعاونوا بارون ايديكاتور المختصين باش ننجموا ننموا مهارات الصغيره ذي راهي تنجم تبقى مصاحبه اما ننجموا نظلوا الفوارق وينجم الصغير هذا ينجح في حياته وينجم ما تمثلوش معناها اوبستاكل في الفي سوسيال. وتاثيراتها النفسيه اذا كان باش نتعاملوا معاها بطريقه عكسيه ونقوموا باللي انت نصحت نبعدوا عليهم توا نقارنوها والعنف وتترا معناتها اللفظي راهم هذوما يحبطوا الصغير وما ينجموا كان يعمقوا معناها المشكله هذه وتظهر مشاكل سلوكيه اخرى ما عادش ينجموا يعدلوا دونك ناخذوا نحترموا الصغير نحترموا قدراته ونحاولوا ان في التقييم احنا قلنا فما مناطق الضعف ومناطق الركز على مناطق القوه ونحاولوا الصغير معناتها نخدموا له على الجوانب هذيك
وميصيرش فما فروق وفما برشا معناها انواع نتاع ذكاءات. اكيد باش تلقى ذكاء من الذكاءات ينجم يتميز فيه ولدك ونمشوا في المجال هذا. واضح. شكرا لك مدام نجيب الحاجه الاخصائيه النفسانيه التربويه، يعطيك الصحه. كنكون وصلنا لختام حلقه اليوم من برنامج الحياه في العائله، نتقابلوا في الحلقه القادمه في لمن الحياه في العائله، التطرق الى نمط العيش العائلي وابرز المسائل اللي تهم العائله.